طيب اليوم محاضرة عن الديسكريبشن لوجيك. لاحظوا مش عن الـ ORM، خلصنا ORM، عن الديسكريبشن لوجيك. بس عشان الكورس ما ندرسش فيه لوجيك، الكل اللي جايكم ندرسه في كورس الادفانسد اي اي والاي اي. فشو بساوي انا؟ بدرس الـ ORM الديسكريبشن لوجيك محاضرة واحدة من وجهة نظر الـ ORM. درس الديسكريبشن لوجيك يعني درس معي اي اي وادفانسد اي اي، بشوف هسه لوجيك ثاني على فكره، ديسكريبشن لوجيك ثاني، لان هناك بدرس ديسكريبشن لوجيك شوين، بدرس هون بدرس الاي ال، وبدرس من وجهه نظر الاو ار ام عشان احضركم بعدها تفهموا علي الاول اللي هي بتيجي في بعدين الانتولوجي لانجوج. ف الاوتلاين اول شيء حناخذ ليش بدنا ديسكريبشن لوجيك، بعدين حنشوف مقدمة بسيطة عن الديسكريبشن لوجيك، وبعدين حنكتب حنعمل فورماليزيشن للاو ار ام كونسترينتس في الديسكريبشن لوجيك. يعني بعطيك الاو ار ام شو بتساوي؟ تكتب لي كل اللي نعرف اللي موجودة فيها في ايش؟ في الديسكريبشن لوجيك، او بعطيك ديسكريبشن لوجيك ترسم لي منه ورق. بعدين في مفاجأة في الآخر. هلا من وين الريدنج؟ في ارتكل، هذا خلصت الكتاب، كتاب الاو ار ام. هلا كل محاضرة لها ارتكلز خاصة فيها، هاي التكست ماتيريال، الريدنج ماتيريال. هون في محاضرة، في هون في عندي شو اسمه؟ تو ارتكلز. اول وحده انا كاتبها اسمها مابينج اور ام انتو شوين او اول ديسكريبشن لوجيك، هدفها عشان نستعمل الاو ار ام از جرافيكال نوتيشن عشان نبني فيها اونتولوجي. على فكره هذا اللينك غلط، رجاء انكم اذا تبحثوا بجوجل بجيب لكم هاي الارتكل او بالويب بيج تبعتي، هذا متاسف غلط هاي. وفي كمان اللي بدي اياه تقراوه قبل ما تقراوا هاي الارتكل، ضروري جدا لان هاي ما بقدرش احكيها بالتفصيل، في ارتكل او تشابتر اللي هو تشابتر بتوقع رقم 2 رقم، يمكن مش متذكر بالضبط بس بتوقع انه تشابتر رقم 2 من صفحه او رقم 1 من صفحه 5 ل 44 في كتاب اسمه ديسكريبشن لوجيك هاند بوك. اول تشابتر فيه انتروداكشن ديسكريبشن لوجيك، مش كل تشابتر بدي بس اول جزء منه، بس من 5 ل 4 بتقراوين هذول، بدك تقراوهن وبتقراوا هاي الارتكل بتاخذوا المعلومات كامله. ها طيب تعرفوا الاو ار ام، كلنا اذكركم كنا هي انصممت عشان نعمل ايش يا عمار؟ عشان نعمل داتابيس سكيما، وليتر نستعملها في الداتا وير هاوسينج ونستعملها في البزنس رولز. بتعرفوش انتوا في الداتا وير هاوسينج، بس في البزنس رولز بتعرفوا. اليوم السؤال في الامتحان شو كان؟ فورماليز ديفلوينج بزنس رولز. ها بعدين اكس ام ال سكيما، بتعمل من هون جنريت مش بس اكس ام ال داتا بيس سكيما، وكمان اكس ام ال سكيما. وبتقدر نعمل، قلت لكم مره بنقدر نعمل ايش؟ ويب فورمز، وبنقدر نعمل الكوماند انجينيرنج، ونعمل اهم شيء بالنسبه لي في الكورس ها بدرس عشان كانتولوجي لانجوج واشياء اخرى. هلا شفتوا هذا السلايد قبل هيك؟ طيب عمار شو الانفورميشن سيستم؟ سيستم هذا كان ريتريف انفورميشن فروم. شو الفرق بين البرنامج والانفورميشن سيستم يا شريهان؟ برنامج وليد؟ برنامج مش شرط يعطيني دائما انفورميشن. انا بحكي انفورميشن سيستم داتا بيس، في يعني مين اللي بيعتمد على الداتا بيس؟ انت يو ريتريف انفورميشن من داتا بيس. منى بالضبط زي ما حكى عمر، لازم الانفورميشن سيستم تعتمد على الداتا، يعني انت زي ما انتم شايفين في عندنا الانفورميشن سيستم عاده بتكون من من الداتا بغض النظر داتا بيس ولا لا، الداتا زائد الابلكيشنز اللي عليها. وفي ناس بيقولوا كمان والناس اللي بيشتغلوا فيها كله مع بعضه، هذا بنسميه انفورميشن سيستم. هلا في الزمانات او في العصور قبل الانترنت ومرات الكونسبتشوال سكيما، طبعا يعني هاي مثلا الداتابيس اللي هي في اللوجيكال سكيما والداتا،
في عنا الكويري بروسيسر هذا الدي بي ام اس، وشو هذا عمان هاي الابلكيشنز، وفي عنا مرات الكونسبتوال سكيما ها فالابلكيشنز وذ ذات. هلا شو كنا نعمل احنا؟ كل عاده اللي بنعمل كل انفورميشن سيستم نعمله لمؤسسه معينه مزبوط، مستشفى نعمل له انفورميشن سيستم، بنك نعمل له انفورميشن سيستم، وزاره نعمل له انفورميشن سيستم. هلا طب ليش بدنا كونسبتوال سكيما عشان نعمل انفورميشن سيستم؟ عبير ليش بدنا كونسبتوال سكيما يا روعه؟ لما بدنا بعدين نبني نكمل يعني ليش؟ عشان ليش؟ ديزاين انفورميشن سيستم هسه رجعنا للمودل ليش عم ديزاين انفورميشن سيستم كونسبتوال فور ديزاينينج انفورميشن سيستم عندي كونسبتوال ليفل مكتوبه. طيب هلا مزبوط، وعشان في ناس بيقولوا عشان هو السيمانتكس تاع الانفورميشن سيستم هو ممثل في الكونسبتوال سكيما. هلا على كل حال بس في اهم شيء اللي بدي اياه انا من هاي كل صوره انه تعرف وكانه في صور حوالي الانفورميشن سيستم، يعني الانفورميشن سيستم تبع الجامعه مثلا تبع نتاج وماله خصص وداخل اسوار الجامعه لا اللي بيستعمل ابلكيشن من برا لا بيستعمل داتا من برا لا فهو حوالي ايش صوره الجامعه. هلا بعدين اجت الانترنت اجت الانترنت. هلا صار في عندنا ابلكيشن انفورميشن سيستم معين مضطر يحكي مع انفورميشن سيستم ثاني، صار في مثلا وزاره تحكي مع وزاره، صار في عندنا مثلا ممكن يكون هنا الكلاود كومبيوتينج وانت عندك انفورميشن سيستم وتودي عباره عبر ويب سيرفيس ايش تعمل بروسيسنج مع حدا ثاني، صار في عندنا داتا انتجريشن، صار في عندنا لازم بيلزمنا نستعمل سواء ابلكيشنز او داتا من برا، وهون صار في عندنا مشاكل جديده. شو المشاكل؟ صار في عندنا اوبن اكس داتا اكسشينج بروبلم، انه الفورمات وكل الستاندردز والسكيما والمعاني تاعت الداتا و و و و كل هاي الاشياء صار لازم نعملها انتر اوبرابيلتي فريم ورك مثلا. وصار في عندنا كمان شيء بنسميه الانتر اورجنايزيشن اند ترانزاكشنز، يعني سيرفيسز بدنا نتبادلها انا وياك، ولازم تكون الهيكل الاداري وكانه للانفورميشن سيستم تبعها يكون بتبر مع الهيكل الاداري تبعها، والا ما بنقدرش نشتغل. كمان في عندنا صار في عندنا مرات نعمل جلوبال كويري، نعمل كويري الداتا تبعتها تتجمع من اكثر من انفورميشن سيستم. هلا عشان هيك صار بلزمنا نحط سكيما. زمان شو كانوا يعملوا؟ قالوا ايه هاتوا نعمل اكس ام ال، اوكي بسرعه خلال سنتين ردوا قالوا لا الاكس ام ال مليحه بس فيش فيها معنى وبالتالي بدنا نعمل فيها ار دي اف، او بسرعه قالوا بدنا في الحقيقه نعمل انطولوجي حتى هي اللي تحكم هالداتا مسجز اللي احنا بنتناقلها هون. زي هيك مثلا في عندنا اكثر من بوك ستور اونلاين مثلا، او مثلا انت لما تشتري كتاب البيمنت ميثود هذا مش عند امازون اللي مطبقها، هي شركه ثانيه، الشيبنج ميثود واحده ثالثه، فصارت كومبوزيشن اوف سيرفيسز، فصار في بينهم هم ايش؟ داتا مسجز بدهم ايش؟ يتناقلوها هذول الناس. هلا عشان يتناقلوها لازم نعرف وكانه ستاندرد، لازم نحط انتولوجي او السيمانتكس نعرفه في النص حتى كلهم يتبعوه. هلا هذا السيمانتكس فينا نكتبه في اني لغه يا مرام؟ فينا نمثله في الاو ار ام، او بس الاو ار ام مش الستاندرد له، الستاندرد اسمها اول اول ويب اونتولوجي لانجوج، بس الاول هاي عباره عن شيء مكتوب بشي سكريبت، فعشان نعمل موديلنج للانطولوجي مش بلاش نقول قد كونسبتوال ليفل، بس عشان نمثلها على الاقل جرافيكلي ممكن نستعمل الاو ار ام. بالتالي الاول على فكره ديسكريبشن لوجيك بس مكتوب بالاكس ام ال، الاول ديسكريبشن لوجيك مكتوب بالاكس ام ال. طيب هلا انا هون شو بدرس؟ بقول ناس بيعرفوش يكتبوا ايش اول، ليش؟
لانه اشي مرات صعب. هلا بحلالهم يقعدوا يخططوا هم وهم بيخططوا في الانطولوجي بيش يخططوها اورين. فاحنا فلم نفسنا يعني وكانه يبكى عنا طول نرسم فيها الاو ار ام هي ايش بتعمل جنريات. هلا عشان هاي المرحله محاضره هاي بدنا ناخذها. فهي مثلا اول فايش بنقول احنا اوبس كان وي يوز او ار ام تو موديل اول اونتولوجيز يس. ف هذا من جهه. من جهه ثانيه اخذته هذا من جهه يعني استعمل الاو ار ام ل نعمل كجرافيكال نوتيشن عشان نعمل فيها اول لانها اسهل. من جهه ثانيه او ار ام نفسها لما نعمل رولز ويصير في بينها كونتراديكشنز وامبليكيشنز زي ما اخذنا في الحصص الماضيه نفسنا برضه يكون في تول اللي يعمل قول فاليديت السكيما اذا فيها كونتراديكشنز او فيها امبليكيشنز. ها طيب كيف نعمل كيف نسوي هذا البرنامج؟ قلنا لكم هذيك المرة ما بيزبطش يسوي برمجة بالجافا هيك ما بيزبط يعني برنامج عادي. هذا عادة شو بيساوي؟ بتحول الـ ORM للوجيك بعدين بنحمل اللوجيك هذا بنوديه على نولج بيس على ريزنر وهو وزي الـ AI لا هو AI مش زيه وهو ايش بيساوي؟ هو بيعمل ريزنينج يعني. فشو يعني نحول للوجيك؟ هاي لوجيك كل for all x x is an employee x is a person يعني كل employee هو شخص كل student هو شخص وكل phd student هو وكل phd student هو ايه بال ORM هيك بتطلع صح؟ طيب هاتوا هلا هذا هيك المثل. طيب شو استفدنا من اللوجيك اذا بس انا بدي امثل المعلومات اللي هون بس بكتبها بطريقه ثانيه يعني هي بس عمليه كتابه. فاللوجيك ما انعمل بس عشان نكتب الاشي فيه بس من اجل ان نكتبها باللوجيك يعني مش جاست يت انذر لانجوج. اه فايش بس وي اولسو نيد تو بروسيس ذس نوليدج اند ميك يوز اوف ات نعمل يعني بمعنى اخر اللي بنسميه لوجيكال انفرنس او ريزن نعمل ريزنينج. شو يعني ريزنينج بالعربي يا ماهر؟ تفكر. ها تدبر استنتاج استنتاج. طيب هاو تو بروسيس ذا ابوف اكسيومز كيف ممكن اننا ندرس هاي اوتوماتيكلي ونعرف انه في اكسيوم امبلايد لو احطهم بي اتش دي ستودنت از امبلويي يعني احط هاي هون كيف هلا هذا كيف مش احنا ندرسه هذا الريزنر هو ايش من كل نحط له هاي من كله هل هاي امبلايد ولا لا يعني بنعطيه كل النولج بيس هاي بعدين بنعطيه وحده من كله هل هاي كان يعني امبلايد يعني كان بي ديرايد فروم ذيس اذا يس معناته ايش بدنا نحط نفس الشيء هاي بنسميها الريزنينج نفس الشيء نقدر نوجد كونتراديكشنز زي مثلا احط هون كل يعني في ستودنت اكس وفي امبلوي اكس والتقاطع تبعهم شو ماله يا عبير؟ فاي يعني وكاني احط هذا الكونسترينت هيك مكتوب باللوجيك بالمناسبه اه ف ايش؟ بدي انا اقول ايه لما احط هاي او مش هيك اسال هل البيرسون ساتيسفايد ساتيسفايبل ولا لا؟ هل الامبلوي ساتيسفايبل ولا لا؟ هل الستودنت ساتيسفايبل ولا لا؟ هل البي اتش دي ستودنت ساتيسفايبل ولا لا؟ هي بدي كل ايش؟ لا مش ساتيسفايد. فلهيك احنا بدنا عادة نستعمل الريزنينج او اللوجيك. هلا هاي بتعرفوا هاي طريقة الكتابة بنسميها وهذا اللوجيك شو اسمه؟ فيرست اوردر لوجيك. فيرست اوردر لوجيك. بالفيرست اوردر لوجيك الريزنينج يعني ما فيش عملية ريزنينج، ما بنقدر نعمل كومبليت ريزنينج. شو يعني كومبليت يا شريهان؟ حكينا هالمرة بس. كومبليت ريزنينج. أنا متذكر؟ منى أكيد متذكر.
هنوم يتذكر شو معنى كومبليت ريزنينج؟ تكون سكيما كونسبتورال ساتسفاكتور لكل شيء يمكن؟ لا تغطي كل الكيسز. ايوه تغطي كل الكيسز. يعني مش انه لا مش يعني بيختلف عن الكل توين. لا بيختلف عن الكل توين. كومبليت يعني انه في عندي بروسيجر، في عندي برنامج اذا بعطيه سكيما بيورجيني وين الكونتراديكشنز والامبليكيشنز. لا هذا مش معناته كومبليت. كومبليت معناته انه okay. انه مش ممكن تطلع منه وحده فالتي انه ما يكتشفهاش. هاي فانه نعمل كومبليت ريزنينج اتس تو كومبليكيتد، ما حدش قادر يعمله. بنسميها نوت ديسايدبل، هاي مشكله ان ديسايدبل في الفيرست اوردر لوجيك. الفيرست اوردر لوجيك بيقدرش يعمل هذا الكلام. طب وشو نساوي؟ الديسكريبشن لوجيك اجى عشان بالضبط هاي الشغله. ماشي؟ فنبلش في الانترودكشن للفيرست اوردر لوجيك. شو الفيرست اوردر لوجيك؟ هو جزء من اللوجيك. يعني في عندنا اللغه، اللغه العربيه لها قواعد، صح؟ هلا صعب مرات اقدر اساوي كل شيء ضمن قواعد اللغه العربيه. ليش؟ لانها كثير فليكسبل. وليش الفيرست اوردر لوجيك ما بيقدرش يعمل فيه ريزنينج؟ لانه الواحد بيكتب فيه بالطريقه اللي بده اياها. واللغه العربيه برضه قتل محمد خالدا وقتل خالدا محمد ومحمد قتله خالد. ففي ايش؟ احتمالات كثيره كيف نحكي نفس المعنى. اذا بدنا نفتح هاي الاشياء في اللوجيك او في اللغه، ما هي اللوجيك ما هي لغه، ما نقدرش نتحكم في عمليه ايش؟ البروسيسنج الريزنينج. فشو سوينا؟ كنا هاتوا نعمل ما نسمحش بكل ايش؟ احتمالات شو؟ التعبير. نعمل ريستريكتد، نعمل ايش؟ ريستريكتد سينتاكس عشان نقدر نعملهم. وهذا هو بالضبط ديسكريبشن لوجيك. فمنقول مرات ديسكريبشن لوجيك عباره اتس ا سبسيت اوف فيرست اوردر لوجيك، او مرات مناش نقول سبسيت، بنقول اتس فراجمنت، هو فراجمنت من ايش؟ فيرست اوردر لوجيك. هلا لاحظ مرات بنقول بيجنس فيش ديسكريبشن لوجيك واحد، في اكثر من. كل عالم بقى يقول مش كل عالم، هو طبعا في كم من واحد مشهورات ديسكريبشن لوجيكس، بس كل واحد عمل جرامر خاص فيه، وعمل جرامر وعمل بروسيجر للريزنينج خاص. فكان انا عملت لوجيك، يعني انت هسا روح اعمل جرامر خاص فيك بشرط انك تسمح، بشرط انك تعمل كومبليت ريزنينج. بهاي الحاله طبعا بهاي الحاله بتقدرش تحكي كل شيء، يعني الفيرست اوردر لوجيك اقوى. فبتقدر تعمل بنسميه ديسكريبشن لوجيك. مثلا هيك بنكتب ديسكريبشن لوجيك، بنقول ايش هاي؟ انا بدي اكرمها اياها مرام. ماذا؟ سبسيت. شفتوا كيف؟ سبسيت اوف، كيف بنكتبها؟ سبسيت اوف فيميل. كل اللي بعدها فيميل تقاطع. في شيء بنقول في شيء عنده ابن، بس لازم يكون عنده ابن لانه في هاند ذير اكزيست. هاي تعريف الام. طيب الهيومن مذر شريهان شو بتختلف؟ حطينا مش هاز تشايلد، حطينا الهاز تشايلد دوت بيرسون، انه بشرط الابن تبعها يبكى بيرسون. بهي الحاله بتصير هيومن مذر. هذا هيك ايش؟ ديسكريبشن لوجيك. لاحظوا انه هذا عباره عن يعني ديسكريبشن لوجيك هو قريب على الاورم جدا، بس بنكتب هيك. لاحظوا انه في عندي كونسبت وكونسبت، وهاي شيء هي ريليشن. مش رول، ريليشن. على فكره هاي مانديتوري. هلا دوت هاز تشايلد دوت، يعني في شيء هون ما عرفنا شو هو من هاي الناحيه، هاز تشايلد، وايش من الناحيه الثانيه؟ بيرسون. تنتو كيف؟ سوري، في الشيء اللي هو الهيومن مذر. الهيومن مذر. طيب هاي انا هاي في هون حاطط لكم اربعه ديسكريبشن لوجيكس.
في واحد اسمه اف ال ناقص، هذا الليست ذا موست سمبل ديسكريبشن لوجيك، يعني هذا بمكنكيش تحكي كثير، بتكون من هيك السنتكس تبعه، هاي السنتكس تبعه، هذا بس المسموح فيه. مسموح انك تقول implies، تعرف الامبلايز هاي يعني الاف ذن يعني، ومسموح فيه الانترسكشن، ومسموح فيه الفور او وذير اكزيست والار، انه في ريليشن بس ما فيش شيء ثاني، لا في نط ولا تقدرش تعمل فيه شيء. هذا فيري سمبل، هذا الاهداف التعليميه. في شيء برضو اللي ديل مور ادفانس اللي هو انا بدرسه في الكورس هذا، على فكره الديسكربشن لوجيك في انه بالنسبه لنا محاضره واحده يعني، بس في الطب وفي البطب وفي النط، شو بختلف كمان، بس زدنا عليها طب. شو الطب يعني؟ اللي هو كل الانستنسز اللي في الدنيا لكل شيء، والبطن يعني الطب مجموعه كل الانستنسز لكل الكلاسز، والبطن يا اوليه هو مجموعه فاضيه، وفي النمط. هلا هذول مش عشان نسوي ابلكيشنز، هاي كلها اهداف تعليميه. هلا في هذول الخطيره، هلا هان نيجي على الديل ار. الديل ار ذا موست اكسبريسيف ديسكريبشن لوجيك، على فكره اسمه ديل ار اي دي اف، هذا ذا موست اكسبريسيف ديسكريبشن لوجيك، يعني طبعا يعني صنع في روما وبولزانو في ايطاليا، جاز التعبير الريسيرشز اللي عملوه. هلا المشكله وين فيه؟ انه مزبوط بيقدر يعمل كومبليت ريزنينج، في مشكلتين. اول شيء انه البروسيدرز تبعته مش امبلمنتد، يعني ما في تول ريزنر له معمول على ثيوريتيكلي، ما البروسيدرز تبعته بس ثيوريتيكلي بطيء جدا، ثيوريتيكلي وبراكتيكلي بطيء جدا. ف في شيء اسمه سترويك، او في فيرجن اللي قبله كان اسمه شويك، اللي هو فيري بوبولار ديسكريبشن لوجيك، وهو عمليا الاول. بس شو الفرق بين اللوجيك والاول؟ اللوجيك مكتوب السيمبلز تاعت ايش؟ اللوجيك. والاول از جاست يعني اكس ام ال لهي الكلام بس، يعني هو اعطيك هاي هاي واقول لك اكتب لي هاي الاكس ام ال، صمم لي اكس ام ال تكتب لي اياها. مش بصير اول، لا لا انا ما قلتش، قلت هاي اللوجيك شو علاقته مع الاول؟ انه الاول جاست سيريلايزيشن للاكس ام ال. طيب ندرس احنا بس ناخذ لمحه سريعه عن الـ. هاي ما كنا في A عباره عن كلاس، وفي عندنا تي التوب، وفي البوتوم، في النط A، في الاند يعني سي اند دي، وهي بنصير كيف نقراها؟ فور اول ار دوت سي، شو يعني؟ لحظه هذا المعنى تبعها، هاي لحظه هاي هذا المعنى المقابل لها، بس معنى مكتوب باللوجيك هون، انه في عندنا اكس موجوده بالدومين صح؟ بعدين في عندنا واي، او سوري كل واي بيرتبط مع اكس هاي الموجوده في الدومين تنتمي ل ار، يعني بمعنى اخر اكس واي انستنسز. بتعرفوا الفرق بين اليونيفرسال والاكستنشنال كوانتيفايرز اللي هو الفور اول ذير اكزيست ولا لا انتم؟ انا ما بعرفش، نعرف اسمها 1 2 3 4 لازم تدرسوها، ضروري جدا تدرسوها، بنصحكم تدرسوها من كتاب الديسكريبشن، كتاب الديسكريت ماثماتكس اللي احنا بندرسه في الجامعه سنه ثانيه، بس تشابتر واحد صغير جدا، ضروري جدا تدرسوها. شو اسم التشابتر؟ ايش لوجيك، بس عشان تشوف شو معناها وشو معناها. فور اول يعني ذير اكزيست، يعني there exists at least one. والفور اول يا مرام كل الانستنسز لانه هو لازم لا شوي اللي في الدومين حطت طيب في كتاب الذكاء تبع على كل حال انا مضطر اسرع هلا. اذا مرات بقدر اقول انه فور اول دوت تي شو يعني؟ يعني انه في ريليشن، لاحظوا الريليشن إلها دومين وإلها رينج،
منقول مثلا زي ريليشن تاعت الاو ار ام شو مثلا authorized with person authorized with car driving license. هلا شو الدومين؟ person. person. شو الرينج؟ driving license. هلا الار هاي شو الرينج تبعها؟ لما بقول تي طب قول الانستنسز اللي في اللي ما نحكي عنها. طيب اكزامبل مور اكزامبلز بيرسون اند فيميل بيرسون اند شو هاز تشايلد دوت تي. هلا هاز تشايلد دوت تي وهي لازم يبقى عنده يعني هاي لما غير اكزيست يعني لازم يكون عنده تشايلد من الدومين هيك معنى ريليشن اند بيرسون انه اي شيء بتحقق حقك هاي وبحقق هاي الانترسكشن بين طيب بيرسون اند نوت فيميل يعني ممكن اقول انا ايش ميل ميل شو الميل هو مجموعه الاشخاص تقاطع مجموعه النوت فيميل طيب هاي ممكن تكون بيرسون مش بيرسون اللي ما اللي مش ابو او مش اللي مش ابو او ام هيك مثلا سنجل مش شرط سنجل انه يعني اللي مش ابو كيف نمثلها بنقول هي مجموعه الاشخاص تقاطع انه هاز تشايلد ضد بطل شو البطل فيش عنده يعني مع اخر فيش عنده اولاد فهمتوا كيف طيب اليونيو مرات نقول إشي إي سب إيكوال سي يونيون دي يونيون بتعرفوا اليونيون الفول إكستنشن الكوانتيفاير نقول there exist R dot C شو يعني هاي كمان مرة إنه في على الأقل في إشي على الأقل له علاقة R مع C ومقدر أقول أكثر من هيك بقدر أقول هاي زي الماندتوري بيل في إشي بغض النظر شو هو الدومين له علاقة R مع مثلاً زي driving license مع authorized with مع driving license بس في mandatory هو هلا بعدين بقدر أقول إنه في أكبر أو أصغر من إن بقدر أكتب هاي شو معناها زي الفريكوانسي او الماندتوري او الـ زي الفريكوانسي يعني اني بحط انه لازم يبقى له العلاقه مثلا يبقى له يبقى عنده من 3 ل 6 ايش انستانسز يعني الار تتكرر مثلا من عدد لعدد وفي عندنا ماتسي هاتوا نكره هذا الاكسبريشن في اشي هو نقول إنسان and عنده إيش على الأقل child واحد أو عنده على الأقل child أو عنده سوري هاي أكبر ولا أقل maximum عنده maximum ولد على الأقل ولد maximum مش minimum ولد موافقية؟ بعرف ايش انا اكره طيب بعدين عنده اكثر ولا اقل عنده اكثر من 3 اولاد لاحظوا خلينا نكرهها من جوا من داخل الاكواز في شيء عنده على اقل 3 اولاد سوري ما كناش اولاد اولاد بس نعرف ايش ممكن يكونوا ممكن يكونوا انسان ممكن يكونوا حيوان نعرفش لسه مواليد وعنده انت تشارلز فيميل واحد منهم شكله او على الاقل عنده واحد منهم فيميل يعني في شيء عنده على الاقل 3 اولاد واحد منهم بنت او عنده ولد وهو انسان شو هو نعرفش هاي لازم تبقى مثلا اكس هذا هيك بعرف معنى الاشي طيب ديل ال از فراجمنتس اوف بريديكت لوجيك انا زي ما قلت لكم هلا اني كونسبت دي از يونري بريديكت الكونسبت نفسه هو عباره عن بريديكت يعني ريليشن بس من الها
one variable يعني person وعبارة برضو عن relation أو predicate. ها عبارة عن relation أو predicate بس كديش كديش إلها البراميترز واحد. هلا person طيب works for predicate بس كديش إلها variable البراميترز الاثنين صح. هلا ال R في description logic اللي ال description logic مش أي description logic اللي بنحكي على ال AL إحنا ها ال AL بيسمح كديش في شو بس في باينري ما في ترنري هذا ال AL ال AL ما في إيش ترنري لاحظين دائما الريليشنز فيه باينري على فكرة فيش description logic فيه أكثر من باينري إلا إذا دير آر هذول كله باينري هون بيسمح في ترنري باينري يعني اسمه يوناري وباينري باينري يوناري مش يوناري اللي هي الكونسبت نفسه ما نسميه كونسبت مش ريليشن بس هي الكونسبت مو حال من حالات الريليشن فمرات لما بقول there exist r dot c corresponds to انه في there exist هاي بكتبها بالفيرست اوردر لوجيك يعني معناها هاي معناها بالفيرست اوردر لوجيك انه there exist y وفي عندنا r x y تقاطع مع يعني بمعنى اخر نوع y شو هو c وهون for all for all انه كل لكل r x y البارامتر تبعها في معناته y لازم يكون نوعه c وهل مجرد زي ما قلت قبل شوي كله هذا الكلام. هلا عاده ديسكريبشن لوجيك عاده بالسكيما احنا بنفرق بين السكيما والداتا في الداتابيس مزبوط طب في اللوجيك في فرق بين السكيما والداتا يا عمار شو هلا في عالم الداتابيس بنخزن طيب. السكيما لحال داتا لحال داتا لحال طيب. طب في الفيرست اوردر لوجيك كان اسراء ديسكريبشن لحال اسراء لا لازم نحط السكيما لحال وال ما سمعتش السؤال مرام السكيما هي نفس الداتا موديل سكيما داتا موديل انا بحكي على الداتا نفسها على الانستنسز نفس البيانات في الفيرست اوردر لوجيك بالفيرست اوردر لوجيك انا بحكي في شيء اسمه سكيما وشيء اسمه داتا كله مخلوط مع بعضه هاي في الديسكريبشن لوجيك في الديسكريبشن لوجيك لا منخزن عمناش نكون منخزن هي مش عمليه تخزين هو وكانه السكيما اسمها تي بوكس والداتا اسمها اي بوكس ليش هاي تي اجت من تيرمينولوجيكال بوكس تيرمينولوجي لانك شفتوا قبل شوي احنا نعرف في اللوجيك وكانه احنا نعرف في تيرمينولوجي بنعرف شو معنات مذر نعرف شو معنات هيومن مذر نعرف شو معنات كذا بنحطها بنحط تساوي كذا او سبست من هذا من هذا الاكسبريشن هذا التعريف وكانك انت بتحط التعريف فبتعرف التيرمينولوجي انت مجموعة التعريف هذول بنحطهم ايش بسميه تي بوكس هلا الاسيرشنز اللي هم بنقول مصطفى اذا بيرسون او بيرسون بين قوسين مصطفى هيك بنكتبها مزبوط هاي عبارة بنسميها اسيرشن اسيرشن فمن اجت من هون اي بوكس فالتي بوكس از ا سيت اوف اكسيوم ديسكرايبنج ستراكشر اوف ا دومين يعني زي الكونسبتوال سكيما زي ما نقول هابي فاذر شو الهابي فاذر شو تعريف الهابي فاذر يا عبير ولا انا معين شو تعريف الهابي فاذر تقاطع انسان انسان رجل شو معين رجل هو الرجل اللي هيك نقول عنده تقاطع عنده طفل عنده طفل انثى واشياء اخرى الإليفانت يا ديما الإليفانت بنتمي لمجموعه الحيوانات هو الانترسكشن بين مجموعه الحيوانات الكبيرة ومجموعه الاشياء الكبيره والاشياء السكنيه ومجموعه الاشياء السكنيه وهلو مجرد الاي بوكس هذا تي بوكس هيك بصير اعرف
الاي بوكس يا منى اتس ا سيت اوف اكسيوم ديسكرايبنج ذا كونكريت سيتويشن داتا يعني زي نقول جون نقطتين هابي فادر او مثلا نكتبها هيك هابي فادر هي سوري جون وميري نقطتين هاز تشايلد يعني هاي ما هي مشكله سينتاكس واضح طيب فالترمينولوجيكال بوكس على فكره يعني ما بقدرش انا ايش احكي كثير خلينا بس اضرب امثله لانه نفس الكلام هنا بعيد بكلمات اخرى بس البيرنت شو تعريف البيرنت يا ماهر وبيرسون عنده ولد عنده ولد انسان عنده ولد نوع انسان بيرسون طيب ف هلا بعد ما نكتب في الديسكريبشن لوجيك شو تو بالامثله هلا خلص شوي من هون على او ار ام ونتعلم كيف نكتبها بالديسكريبشن لوجيك خافوا بس في انواع من السيرفيسز يعني افرض انك انت مبرمج وانت اللي عم تعمل الريزنر حتعمل زي تقول اي بي اي او ميثودز تقول للناس اعطيني التي بوكس تبعك واعطيني الاي بوكس وخذ هذول ايش الفانكشنز تقدر ايش تنفذهم لا اذا في امكانيه تغير قاعدتك خلي الشباك مفتوح كمان ففي نوع من انواع السيرفيسز او الميثودز اللي كل ديسكريبشن لوجيك ريزنر بيسمح فيها في شيء بنسميه ساتيسفايبيليتي اوف نيم كونسيبتس يعني بعطيك تي بوكس او الاي بوكس بقول له ساتيسفايبل ولا مش ساتيسفايبل او ممكن اعطيه اكسبريشن اقول له ساتيسفايبل ولا مش ساتيسفايبل ممكن اعطيه كونسيبت معين واقول له شو السب تايبس وشو السوبر تايبس تبعته ممكن اعطيه كونسيبت واقول له شو الاكويفالنت له ممكن اعطيه كونسيبت واقول له هذا ديسجوينت مع شو على فكره مش اعتباطا هذول الاربعه في اخرى اثنين او ثلاثه سيرفيسز بس هذول مش اعتباطا هذول هم الاساسيات منهم بتقدر تسال اسئله كثير منهم نقدر نعمل هذا كله طب استاذ في رول ساتيسفايبيليتي هاي ساتيسفايبيليتي للنولج بس بشكل عام طبعا في اوبتمايزيشن في كلها الاوبتمايزيشن كيف اسويها لا سبسمشن فهمت علي نقول يعني المشكله الامبليكيشن ات كان بي ريديوسد هيك بنقولها باللوجيك المشكله نفسها كان بي ريديوسد لمشكله سبسمشن والمشكله سبسمشن ايش محلوله فمن هذول البيلدينج بلوكس ببني سيرفيسز اخرى فالبيرنت كنا بيرنت بيرسون اند هاز تشايلد بيرسون سو وي اد تو كونسيبت مثلا وومن female و person mother female و parent mother وهلو مجالها خليني أسرع شوي هذا بس يعني زي ما نقول سبسيوم شو السبسيوم نكتبها هيك شو الإكويفالنس نكتبها هيك هاي باللوجيك هذول السيرفيسز هذول إيش الإنفرنس سيرفيسز اللي إحنا بنسويهم في الديسكريبشن لوجيك طب لو أنا ممكن نسأل سؤال بير انا اول شيء نعطي تي بوكس بنقول بيرنت هو الشخص اللي عنده واحد تشايلد على الاقل تشايلد ونوع بيرسون والومن هي بيرسون وفيميل والمذر بيرنت وفيميل از ا مذر اولويز ا وومن لو سالنا الكمبيوتر هلا اول شيء حسب المعلومات هون حسب المعلومات اللي هون انتبهوا معي تقول لك لا عم يرزق هلا حسب المعلومات اللي هون شو معناها از مادر اولويز ام اوما يعني هاتوا اعملوا لي الهارديوس للسيرفيسز اللي درسناها قبل شوي هم الساتيسفايبيليتي والسبسامشن والكوفيلانس والديسجوينتنس الآن إيه تعملوا الهارديوس؟
الاختيار هي بيرسون هاز تشايلد. لا فوق بيرسون هاز تشايلد. هلا البغى طيب عشان ما نطول ايش يس ماذا سب سيومز وومن اولويز سب 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 سيومز استعملت سب سيوم شو معناها اذا ماذا اولويز وومن طب هل كل هل سؤال بالعام هيك بالعامية كل طالب هو شخص هي اولويز شخص يعني معناته سب سيومز سب سيتوف فعملت لها ايش سب سيومز شفتوا كيف بقى بستعمل الريزنينج سيرفيسز طيب في انا بجوز السلايد تبعتي لازم عدلتها على فكره لانه في ريزنر جديد في خلينا نقول ريزنرز كثير للديسكريبشن لوجيك مش للوجيك بشكل عام للديسكريبشن لوجيك اكثر شيء كانوا شائعات اللي هو الريزر ريزر برو والفاكت بلس بلس والبيلت البيلت هو عباره عن جافا لايبرريز هو مش انجن هذول كل واحد منهم بتنزله عباره عن انجن بيشتغل في الباك جراوند تقدر تستعمله من خلال جافا توديله او من خلال ويب سيرفيسز او من خلال شغلات كثير توديله او تحكي معه مباشره زي برنامج او هو بيكون مرات سيرفر موجود في الباك جراوند هذول الاثنين بس ها في حد عمله من جامعه ميريلاند يونيفرسيتي في هذا 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 ريزر الماني المانيا جامعه المانيه عملته وهذا بريطانيا لهذا ميريلاند عملوا كدجه كجافا لايبرري بس في واحد جديد مستعمل نسيت اسمه انا هذول they offer several services for multiple تي بوكسز حتى بتقدر تعمل اكثر من تي بوكس يعني اكثر من يوزر يستعملوا اكثر من تي بوكس لكل واحد they run as a background reasoning engines هلا لو في عندي لوجيك بدي اوديله اياه بقول ستودنتس تايب اوف بيرسون هلا كيف بدك توديله اياه طب هذا لوجيك هذا هذا بينكتب على الورق كيف بدي اوديله اياه كيف انا في عندي اقتراح اكتبوا كود نحترم الست اكثر اكتبوا كود او شيء زي هيك اكتبوا اكس ام ال نقول مثلا implies كونس يعني كو يعني سي الكونسيبت ومنقول عن الكاتيجوري وات ايفر هاي يعني ك نيم ايكوال ستودنت يعني انه اول واحد ايش ماله اول واحد هو ايش سوري اخر واحد هون ايش هو سوبر تايب صح واللي قبله ممكن تحط اكثر من واحد هم مالهم ايش سوبر تايب فبنكتبه باكس ام ال انجاز التعبير هلا كل هاي اللغه الستاندرد تاعت اللغه هاي نكيف نكتب النوتيشن هذول نكتبهم بالاكس ام ال هاي ايش مالها اللغه بنسميها ديج زي اذا بدكم زي الاو دي بي سي شو الاو دي بي سي دكتور شو الاو دي بي سي انه كل الستوري اللي بتكتبوه مش انت الاو دي بي سي في عندك اكثر من داتابيس هلا شو بيساوي الاو دي بي سي دي من برنامجك هو باخذ الستاندرد لازم يكون وبتعامل مع الداتابيس هلا هون انه مرات يعني مش كل واحد بنكتب له بالسنتكس تبعه في بينهم سنتكس مشترك اسمه ايش ديج اللي هو زي هيك تقدر تكتب له وتودي له وبدي اسال وجاوبك ماشي اي بس جدول هاي شو المدعوم فيه الشوين ديسكريبشن لوجيك ماشي هلا ندخل نشوف المابينج من ORM لا شوين في البداية كنت تكون في شيء اسمه سترويك سترويك بس هذا فيرجن جديد من شوين يعني شوية تعديلات عليه لأنه عدلوا عليه بتغير اسمه بدل كنا بدل ما أكتب أنا إيش الأنتولوجي تبعتي بالأول ممكن أعملها موديل في ORM هذا اللي إحنا بدنا نحققه هلا why we need this mapping for أنا بلخص لي ديما ليش بدنا نعمل المابينج؟ بجوز عشان أسهلنا مرات لما بدنا نكتب يعني بدل ما إحنا نقعد نكتب اللوجيك هذا إذا عملنا إحنا اللوجيك؟
بدل ما يعني نعمل description logic احنا نكتبه الاول، خلينا في الاول اوكي بدل ما نقعد نكتب الاول syntax تبعه، لما نعمل احنا ORM graphical اكتر بلس ابسط علينا انه احنا نقعد نعمل الاول فميثودولوجيكلي. ايش يعني هذا من ناحية ايه؟